أهلا بكم إلى الظهيرة من الميادين وفي عناوينها. موسكو تعلن استعدادها لإنهاء العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وردا على تلويح الأخير بفرض عقوبات جديدة عليها. القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة تجسس مقاتلة في أجواء مأرب وتحقق إصابات دقيقة في قاعدة خميس مشيط السعودية. الحكيم يرفض عودة الإرهاب إلى العراق ويدعو الحكومة إلى طمأنة المواطنين باتخاذ إجراءات كافية وبجدولة انسحاب القوات الأمريكية. الحريري يعلن بعد لقائه عون تمسكه بحكومة من 18 وزيرا بلا ثلث معطل، ومكتب إعلام الرئاسة يقول إنه لم يأتي بأي جديد. بعد اتصاله بنظيره الصيني الرئيس الأمريكي يحذر: الصين ستأكل غداءنا إذا لم نحسن بنيتنا التحتية. وتتابعون في الظهيرة: الصين تحتفل برأس السنة القمرية الجديدة في تقليد يعود إلى 4000 سنة وتقيم مهرجانات ضخمة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن المتحدث الرسمي باسم مفوضية الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو أن المفوضية تدرس فرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية قضية المعارض الروسي إليكسي نافالني. وقال المتحدث أن عملية البحث والإعداد تحمل طابعا سريا، مشيرا إلى أن الموافقة على عقوبات جديدة ستتطلب قرارا بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كان قد أعلن أن بلاده مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا فرض عقوبات جديدة تمثل خطرا على قطاعات حساسة من اقتصاد البلاد. لافروف أكد أن بلاده لا تريد العزلة عن العالم، ولكن عليها أن تكون مستعدة لكل الاحتمالات. وقال لافروف: إذا كنت تريد السلام فاستعد للحرب. معنا من موسكو مدير مكتب الميادين هناك سلام العبيدي. مرحبا بك سلام. ما هي أفق العلاقة إذن بين موسكو والاتحاد الأوروبي بعد هذه التلويحات المتبادلة بقطع العلاقات وفرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي؟ أهلا بك محمد. طبعا هذا الموقف الروسي المتشدد وربما حتى المتشنج هو يأتي استباقا لما تعتبره روسيا ابتزازا من قبل الاتحاد الأوروبي، هذا الابتزاز الذي يتمثل بالتلويح بحزمة جديدة من العقوبات على روسيا. لذلك سمعنا هذا التصريح المتشدد من قبل الوزير سيرجي لافروف، لكن يجب أن نأخذ الكلام في سياقه الكامل. ليست روسيا ستبادر إلى قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وإنما ستكون ردة الفعل الروسية في هذا الاتجاه إذا كانت المبادرة تأتي من الأوروبيين أنفسهم. وهنا يجب أن نميز أن روسيا نفسها تميز بين الأوروبيين. نحن نسمع من في الآونة الأخيرة تصريحات من برلين بأن ألمانيا ليست معنية في تدهور العلاقات مع روسيا نظرا للعلاقات الاقتصادية الواسعة والمتشعبة بينهما، في حين في الوقت نفسه كل هذا التصعيد مع روسيا وخاصة على خلفية قضية نافالني قد رسم السيناريو وكتب السيناريو له في ألمانيا تحديدا عندما كان نافالني يتلقى العلاج في أحد المستشفيات هناك. فهذا في موسكو يفهم بأن ألمانيا تحاول أن تلعب لعبتين أو تلعب لعبة مزدوجة، من جهة هي تلوح بأنها تريد أن تستمر في العلاقات مع روسيا، من جهة أخرى تحاول أن تبتز روسيا بشكل أو بآخر. والقضية الأساسية في كل هذا الابتزاز هو أن ألمانيا التي تمر عبر أراضيها شبكة واسعة من خطوط الأنابيب تريد أن تحتكر هذه الأنابيب وتحتكر جزء كبير من التجارة، تجارة الغاز الطبيعي بينها وبين روسيا، لكي لا يكون لدى روسيا أداة قوية
للتأثير على القرار السياسي ليس فقط في ألمانيا وإنما في الاتحاد الأوروبي. لذلك طبعا روسيا في نفس الوقت تلاحظ بأن هذه التهديدات وهذا الابتزاز في الآونة الأخيرة من بعض دول الاتحاد الأوروبي خاصة من دول أوروبا الشرقية مرتبط بإرسال رسائل واضحة بأن العلاقات بين أوروبا وروسيا يعني وصلت إلى أسوأ حالاتها، وأنها يعني تلمح بأن هذه المشكلة لن تحل ما دام الرئيس فلاديمير بوتين في سدة الحكم في البلاد. إذن هي مسألة يعني تمس السيادة الروسية بكل عمق وبكل شراسة، وتفهمها روسيا يعني بأنها تمادي غير مقبول مرفوض رفضا قاطعا. لذلك هي مستعدة لأن تدخل في مواجهة مع الاتحاد الأوروبي إلى حد قطع العلاقات. فلذلك هذه هي كانت تصريحات استباقية لرفع السقف وإبداء أن موسكو لن تتنازل في قراراتها السيادية، خاصة ما يتعلق بهرم السلطة في البلد ورمز سيادة البلد هو الرئيس فلاديمير بوتين. مدير مكتب الميادين في موسكو سلام العبيدي، شكرا جزيلا لك. وفي الشأن اليمني، أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة لقوى العدوان. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أشار إلى أن الاستهداف تم بصاروخ أرض جو لم يكشف عنه بعد، وذلك خلال قيامها بأعمال عدائية في منطقة مدغل بمحافظة مأرب. سريع كان قد أكد تحقيق إصابة دقيقة باستهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب السعودية بصاروخ باليستي. وتشهد مأرب معارك عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وقوات هادي مدعومة بالتحالف السعودي. المعارك تتركز في محيط منطقة الطلعة الحمراء التي تبعد عن مركز المدينة نحو 6 كيلومترات. ووفق مصدر عسكري فإن طائرات التحالف السعودي شنت عشرات الغارات محاولة إعاقة تقدم القوات المسلحة في جبهات مأرب المختلفة خلال الساعات الماضية. نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي حمل من وصفهم بالخصوم مسؤولية ما يجري في مأرب من خلال إعادة توطين القاعدة واختطاف النساء ومواصلة الغارات الجوية وحجر السفن وإغلاق المطار. العزي وعبر تويتر أشار لأن الخصوم يدفعون صنعاء قسرا إلى ردود أفعال لا تريدها رغم مشروعيتها، منبها إلى ضرورة إدراك هذه الحقيقة. معنا من العاصمة اليمنية مدير مكتب الميادين في صنعاء أحمد عبد الرحمن، أهلا بك أحمد. أحمد، هل من تفاصيل إضافية حول إعلان العميد يحيى سريع بخصوص إسقاط طائرة تجسسية تابعة إلى التحالف السعودي؟ هذه خامس طائرة استطلاعية مقاتلة صينية من النوع CH-4 بعد إسقاط الرابعة في ديسمبر من العام 2020 والثالثة في يناير كانون الثاني مطلع العام نفسه أيضا، لتكون هذه الخامسة من هذا النوع من طائرات الدرون صينية الصنع، والتي تنافس قدرتها طائرة الام جي الأمريكية والتي يعتمد عليها أو يعتمد عليها تحالف العدوان والحرب السعودية الإماراتي في توفير المعلومات في مختلف جبهات القتال وخاصة الحدودية. طبعا الأولى من هذا النوع التي أسقطتها دفاعات القوات المسلحة اليمنية كانت في منطقة جيزان الحدودية مع السعودية، والثانية في أجواء محافظة صعدة. طبعا تم إسقاط هذه الطائرة بينما كانت تنفذ مهام استطلاعية فوق جبهات القتال في مأرب شرق صنعاء. طيب أحمد، بخصوص أيضا يعني التطورات العسكرية على جبهات مأرب بين القوات المسلحة اليمنية وقوات هادي مدعومة بالتحالف السعودي، ما هو جديد التطورات في هذه الجبهات؟ هل هدأت؟ هل ما زالت هناك اشتباكات مستمرة؟ المعارك تتواصل بشكل عنيف في المدخل الغربي لمدينة مأرب مركز المحافظة، وسط تقدم مستمر ومتسارع كما تقول المصادر المحلية والميدانية والعسكرية لقوات صنعاء، على وقع انهيارات كبيرة في صفوف قوات هادي والإصلاح المسنودة من مقاتلات التحالف السعودي. اليوم المعارك وأصوات المواجهات وأيضا يعني المدفعية والصواريخ باتت تسمع بشكل واضح
إلى وسط مدينة مأرب ويتبعها السكان والقاطنون في تلك المدينة. نعم. طبعا المعارك تتركز بشكل كبير في النقطة الواقعة بين الطلعة الحمراء وهي مرتفعة جبلية تشرف. نعم. وتطل على الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة مأرب وأيضا مع المدخل الغربي للمدينة. مسرح المعارك اليوم بات على بعد كيلومترات قليلة من مركز المدينة وهي آخر معقل لقوات هادي وحزب الإصلاح وآخر قواعد التحالف السعودي وأيضا آخر مراكز النفوذ السعودية في اليمن. نعم. المصادر الميدانية تتحدث عن تكثيف التحالف السعودي من غاراته الجوية على الناحية الغربية لمدينة مأرب في محاولة لوقف وعرقلة تقدم قوات صنعاء. أيضا هناك تعزيزات عسكرية كبيرة دفع بها التحالف إلى جبهات القتال جنوب وغرب مدينة مأرب أيضا في محاولة لتدعيم صفوف قواته المنهارة في مواجهة قوات صنعاء التي تخوض معركة واسعة ومتعددة عسكريا واستخباريا وأيضا تشن هجماتها من 5 محاور قتال متفرقة ومتزامنة في آن واحد. نعم. شكرا جزيلا لك أحمد عبد الرحمن مدير مكتب الميادين في صنعاء. وفي الشأن العراقي أكد رئيس تيار الحكمة العراقية سيد عمار الحكيم عدم القبول بعودة الإرهاب من النوافذ بعدما طرد من الأبواب. وفي مناسبة يوم الشهيد العراقي دعا الحكيم الحكومة العراقية إلى أن تطمئن الشعب عبر اتخاذ الإجراءات الكافية وجدولة انسحاب القوات الأمريكية. فلا يمكن أن نقبل بعودة الإرهاب من النوافذ بعد أن حوصر وطرد من الأبواب، وهذا يتطلب قدرا كبيرا من الحيطة والحذر والجهد الاستخباري والعمليات الاستباقية إلى جانب اليقظة الشاملة والتماسك الاجتماعي الواعي. وعلى الحكومة تطمين الجميع عبر اتخاذ الإجراءات الكافية لضمان أمن البلاد وسيادتها ومتابعة تنفيذ قرار مجلس النواب بجدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق. الحكيم دعا إلى حوار شامل يضم دول المنطقة على طاولة واحدة وقال إن العودة العاجلة للإدارة الأمريكية إلى الاتفاق النووي مع إيران هي أساسية لأمن المنطقة. نجدد دعوتنا إلى حوار شامل وجاد يضم دول المنطقة ويجمعهم على طاولة واحدة، كما أننا نتوسم في الإدارة الأمريكية الجديدة أن تكون مختلفة في رؤاها ومشاريعها بأزاء قضايا المنطقة، فالعودة العاجلة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات الفوري عن الشعب الإيراني المظلوم ستكون منطلقات ضرورية لإعادة أمن المنطقة واستقرارها. معنا من بغداد مدير مكتب الميادين هناك عبد الله بدران، مرحبا بك عبد الله. إذن كلمة زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم تضمنت نقاط على الصعيد الداخلي العراقي وعلى صعيد المنطقة فيما يخص العراق داخليا، ما هو اللافت كان في كلمة السيد الحكيم اليوم؟ نعم محمد، واضح جدا الرسائل السياسية التي أرسلها السيد عمار الحكيم في خطابه هذا اليوم وهذا النشاط الشعبي الذي كان قد انعقد في العاصمة العراقية بغداد في ساحة الخلاني وسط العاصمة العراقية مع مؤيدي وأنصار تيار الحكمة وآل الحكيم عموما. واضح جدا من هذه الرسائل هو يوضح الخيارات السياسية التي ستكون خارطة الطريق التي سيعتمدها تيار الحكمة خلال المرحلة التي تسبق الانتخابات، وهو يحدد عناوين واضحة للتحالفات والعنوان الرئيسي الذي طالما نادى به السيد الحكيم وهو التحالفات العابرة للمكونات. نعم. ذلك يعني أن لا عنوان طائفي ولا إثني ولا تكرار لمشهد انتخابات العام 2018، بس قد يكون هناك طبعا
تحالفات أوسع يريدها الحكيم بدلالة ما استعرضه في كلمته لهذا اليوم، وبالتالي هو يوجه دعوة مفتوحة لمن يقتنع بما قام الحكيم بطرحه في خطابه هذا اليوم أن يتحالف معه خلال المرحلة المقبلة استعدادا للانتخابات النيابية المبكرة. لذلك هو أوضح موقفه من عدة قضايا وملفات عراقية، سواء لجهة التظاهرات أو لجدولة انسحاب القوات الأمريكية أو بعموم التفاهمات الداخلية والمشهد السياسي العراقي المعقد. وضع المواقف بشكل سريع وأطلقها في خطابه هذا اليوم، وبالتالي هو أشبه بإعلان لائحة انتخابية مبكرة قبل الانتخابات النيابية المبكرة. طيب عبد الله، بخصوص حث السيد الحكيم الإدارة الأمريكية على العودة العاجلة للاتفاق النووي مع إيران، وهذه الخطوة أساسية لأمن المنطقة، هذه النظرة من تيار الحكمة إلى أي درجة هي قريبة من نظرة العراق رسميا تحديدا الحكومة، على اعتبار تيار الحكمة هو مقرب من الحكومة؟ الموقف العراقي الرسمي لم يتغير محمد، دائما كان رافض للعقوبات الأمريكية على طهران، وما حتى وأن اختلفت القوى السياسية العراقية لجهة التعاطي مع طهران من أقصى الحلفاء الأقرب لطهران إلى خصومها، لكن هناك اعتراض واضح. حتى الموقف الرسمي العراقي هو ضد العقوبات وضد الانسحاب الأمريكي، وحتى عندما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي كانت بغداد من أوائل الدول التي أعلنت اعتراضها على هذه الخطوة، خصوصا وأنها كانت في مرحلة العام 2012 جزءا من اتفاقات 5+1. وبالتالي هذا هو أيضا جزء من هذا الخطاب، خطاب السيد الحكيم، والموقف من رفع العقوبات والعودة للاتفاق النووي هو جزء منه، رسالة للداخل العراقي والقوى التي تتشابه، القوى السياسية التي تتشابه مع الحكيم في هذه الرؤية للتحالف معه استعدادا للانتخابات النيابية المبكرة. الحكيم لديه علاقات إقليمية واسعة ومؤثرة، ويمكن أن يكون لكلمته تحديدا في هذا الملف الإقليمي تأثير لدى المحيط الإقليمي والعربي العراقي. شكرا جزيلا لك عبد الله بدران، مدير مكتب الميادين في بغداد. وفي الشأن اللبناني، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري ألا تقدم في ملف الحكومة حتى الآن، وعقب لقائه رئيس الجمهورية ميشيل عون في قصر بعبدة شدد الحريري على تمسكه بموقفه لجهة تأليف حكومة من 18 وزيرا اختصاصيا لا ثلث معطلا فيها لأحد، مؤكدا أنه على كل فريق أن يتحمل مسؤولية مواقفه منذ اليوم. الفكرة الأساسية أنه يكون في عندك حكومة فيها وزراء أخصائيين منهم ما بيستفزوا أي فريق سياسي، وبيشتغلوا فقط للمشروع اللي مقدم قدامه. تشاورت مع فخامة الرئيس وحكمل تشاور، ما في تقدم، ولكن شرحت له قديش الفرصة الذهبية اللي نحن عدنا إياها ويجب علينا إسراع لحتى تشكيل هذه الحكومة، وكل فريق سياسي بيتحمل مسؤولية مواقفه من يوم وطالع. مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية أصدر بيانا قال فيه أن الرئيس عون استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بطلب منه وتشاور معه في موضوع تأليف الحكومة العتيدة بعد الجولات التي قام بها الحريري إلى الخارج، وتبين أن الرئيس المكلف لم يأتي بأي جديد على الصعيد الحكومي وفق بيان المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية. ينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحافي إبراهيم بيرم. مرحبا بك سيد إبراهيم. مرحبا، أهلا بك. بالتالي من تصريحات الرئيس المكلف سعد الحريري بعد لقائه برئيس الجمهورية ميشيل عون، ماذا تستنتج بخصوص الحكومة المنتظرة في لبنان؟ هل هي قريبة أم ما زالت التعقيدات واسعة والطريق طويل أمامها؟ لا، هي التصريح للرئيس الحريري خروج من لقاء الرئيس عون، ومن ثم بيان يعني الإعلام قصر بعبدة بيوحي أن الأمور يعني ما زالت الأول كما يقال، وأن الرئيس الحريري متمسك بالعرض تبعه اللي معروف يعني، وأنه ما في تقدم، أن الرئيس الحريري يتلافى أو يعني يتحاشى الضغوط اللي عم تمارس عليه، أنه يا عمي اقدم على يعني ما تصديت له منذ نحو 4 أشهر ونائف، وبالتالي شكل حكومة روح حاجة تبقى 15,000 ميل، المسافة اللي بين بيت الوسط وقصر بعبدة 12 كيلو متر، طبعا واتفق انتو الرئيس تتشكل الحكومة مش بحاجة لكل
الضغوط والعواصم العربية وغير العربية، فراح هو لحتى يخفف من الضغوط من جهة، وجهة تانية لحتى يقول أنه أنا أديت ما علي، قصت اللي علي أعملته، بالتالي صارت القصة عند الآخرين. وهذا عود على بدء، يعني عود على السياسة اللي اتبع الرئيس الحريري منذ آخر لقاء بين بعضهم، يعني إذا بقى وما قبل آخر لقاء، أنه بتشرين تاني الكانون تاني الماضي، أنه يعني أنا قدمت التشكيلة وخلاص القصة عند الآخرين، روحوا ما تسألوني اسألوا الرئيس. وهذا يعني نوع من التصعيد والتعقيد السياسي، مش نوع من التسهيل نحو ولادة الحكومة. إضافة لهيك رئيس الحريري جاي من فرنسا تعرف، وسلط الضوء كثيرا على اللقاء اللي أجراه مع ترامب المتصدي اللي بيصنع بالمبادرة الفرنسية وبيحكي فيها باستمرار انه ما ماتت وانه عم بيحاول يحييها من جديد. فبالتالي بدأ وكأنه عم بينقل بجدار فرنسية انه الفرنسيين انا متفئة انه هذا الشكل الاخير. هلأ السؤال المطروح تجاه فرنسا، هل فعلا هذا يعني ما قدمه الرئيس اخيرا رئيس المكلف يعني هو المبادرة الفرنسية؟ إذا كانت مبادرة فرنسية وجوهر مبادرة فرنسية، فمعنى ذلك أن فرنسا التي منيت بضربات مبادرتها يعني قبل فترة ما زالت عند الموقف تبعها وما عدلت من مبادرتها رغم إدراكها المسبق. سيد إبراهيم أيضا يعني اسمح لي أن يعني فقط أستفسر بخصوص ما قال الرئيس المكلف سعد الحريري بأنه على كل فريق أن يتحمل مسؤولية مواقفه من الآن والصاعد. بالضبط، ماذا قصد بذلك الكلام؟ يعني هل نحن أمام فرض الواقع في القريب العاجل وبالتالي كل طرف سيتحمل مسؤولية مواقفه، أم كان يقصد شيء آخر؟ ما بإمكانه يعمل أي شيء آخر، يعني فقط بإمكانه يصعد سياسيا، يعني يدخل إلى مربع الاحتدام السياسي مثل الفترة الماضية وهجمات جلات مع الرئاسة الأولى، يعني فصل من فصول التصعيد في لبنان مش أكثر ولا أقل. إلا إذا كان فعلا يعني عنده نية مضمرة بأنه عم بيعمل هالمحاولات عسى ولعل لاحقا يعني بيقدم شيء جديد ثم التواصل إلى تسوية ما فكرة ما تدبير الزوايا وننجح بالحكومة يعني. وفي فرصة مثل ما قال هو صحيح في فرصة ذهبية لتشكيل حكومة في لبنان في شق له داخلي يتعلق به الخاص وبالرئيس بالدرجة الثانية، وفي شق خارجي يعني اللي هو المبادرة الفرنسية. وأعتقد أنه فرنسا جادة أيضا طاق حكومة جديدة لحتى تعمل فوز سياسي. نعم. الكاتب السياسي السيد إبراهيم بيرم، شكرا جزيلا لانضمامك في الظهيرة. استشهد شاب فلسطيني وجرح آخران بعملية دهس نفذها مستوطن في منطقة عين البيضاء في الأغوار الشمالية. وسائل إعلام فلسطينية قالت إنه تم نقل أحد المصابين بمروحية إلى أحد المستشفيات. وشرق رام الله أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق لدى قمع جيش الاحتلال مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة جبل الشرفة بقرية دير جرير. وصف طاهر النون مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وثيقة القاهرة بالخطوة المهمة على طريق إجراء الانتخابات وفي مرحلتها الأولى وتؤسس للمراحل التالية عبر خارطة عمل واضحة. وشدد النون على تواصل اللقاءات الوطنية الثنائية والجماعية لتحديد شكل المشاركة في الانتخابات كي نقدم للشعب أفضل الخيارات. القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أكد للميادين أن الحركة ستركز على إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وأنها ستكون جزءا من المجلس الوطني إن تم تفعيل المنظمة كمرجعية وطنية، مشددا على عدم الوقوف في وجه الانتخابات التشريعية. في الوقت الذي لن نشارك نحن في انتخابات المجلس التشريعي، لكن لن نعطل هذه الانتخابات ولن نكون حجر عثر أمام رغبة الإجماع الوطني في إحداث إجراء هذه الانتخابات التشريعية من أجل إنهاء أزمة مستفحلة لها مر عليها الآن أكثر من 15 سنة، يعني أضرت بالقضية الفلسطينية وأتعبت الناس وألحقت ضررا كبيرا بالمشروع الفلسطيني وبالشعب الفلسطيني. نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان قال في حديث إلى الميادين أن هناك اختبارا جديا للنيات ورأى أنه من المبكر الحديث عن أي صيغ تحالفية. هنالك إجماع أن اتفاقية أوسلو باتت وراء الظهر،
النقاش الذي يدور حاليا حول الآليات التي تسمح لنا بأن ننجز هذا الهدف. كما يعلم الجميع في 19 أيار الماضي صدر قرار قيادي فلسطيني فائق الأهمية ينص على التحلل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات التي جرت مع العدو الإسرائيلي ومع أمريكا. لسوء الحظ تم التراجع عن هذه الأمور ببيان صدر عن وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية في 17/11، الأمر الذي أثار استغراب الجميع. بكل الأحوال ما تم النص عليه ب 19 أيار الماضي ما زال بالنسبة لعديد القوى مسألة راهنة. الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني قال للميادين أن التوافقات تسمح لحركة الجهاد الإسلامي بدخول منظمة التحرير حتى مع رفضها المشاركة في الانتخابات التشريعية. في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد نحن اتفقنا على آليتين لتشكيله. الآلية الأولى انتخابية لأعضائه من الوطن اللي بيتم انتخابهم كأعضاء في المجلس التشريعي، وهن حصة الوطن في المجلس التشريعي في المجلس الوطني. والآلية الثانية حيث أمكن لإجراء الانتخابات، وإذا لم يمكن يتم التوافق على أعضاء المجلس الوطني الجديد وعددهم 200 عضو الذين يمثلون الخارج. وبالتالي حصة حركة الجهاد الإسلامي كما هي حصة الفصائل الأخرى مضمونة وفقا للتوافقات. الإحراج الذي تسببت به تغريدة السفير الإسرائيلي السابق في الأمم المتحدة داني دانون لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ترافق مع قراءة للمراقبين في إسرائيل في أسباب تأخر اتصال الرئيس الأمريكي الجديد بنتنياهو ودلالات ذلك. نتابع التفاصيل مع منال إسماعيل. تغريدة السفير الإسرائيلي السابق في الأمم المتحدة داني دانون التي طالب فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاتصال برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وإعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الاتصال سيحصل قريبا، صب مزيدا من الزيت على نار النقاش الدائر في إسرائيل بشأن تأخر الاتصال ودلالاته. دانون بتغريدته نجح في خلق مأزق. إنه أمر محرج، فهو وضع أمام كل العالم حقيقة غير مريحة أبدا، وهي أن بايدن لم يتصل حتى الآن بنتنياهو. هذا يشبه الضربة على الرأس بالنسبة لنتنياهو، ويجب أن نسأل عن رد فعل بايدن عندما سمع عن التغريدة. وعلى الرغم من الاتفاق السائد في إسرائيل أن إدارة بايدن ليست إدارة معادية لإسرائيل، تساءل معلقون عما يحاول بايدن تحقيقه من هذا الإذلال لنتنياهو، وهل هذا يدخل وفقا لهم في إطار مسلسل تربية شخصي على خلفية الانتخابات الإسرائيلية الوشيكة، أم أن الأمر يتعلق بعملية أكثر جوهرية من إعادة تحديد مكان إسرائيل في خارطة المصالح الأمريكية؟ المراقبون الذين أشاروا إلى أن تأخر الاتصال يعطي الانطباع الأول وهو غير جيد، لأنه يخلق شعورا واسع النطاق في إسرائيل والخارج بوجود ازدراء متعمد لنتنياهو، أشاروا إلى أن عدم الاتصال ليس سوى جزء واحد من مجموعة من الإشارات التي أرسلتها الإدارة الأمريكية في الأسابيع الثلاثة الأولى من ولايتها تجاه إسرائيل والمنطقة، ولا سيما ما يتعلق منها بالجولان المحتل. بغض النظر عن المسألة الرمزية، ما حصل يشير إلى مشكلة أكبر، وهي أن الرئيس الأمريكي ترك رئيس الحكومة الإسرائيلية في أسفل لائحته تقريبا. هناك فجوات في الرؤية بينهما، وهو ما عبر عنه أخيرا وزير الخارجية الأمريكي في موضوع الجولان. هناك أيضا الموضوع الفلسطيني والموضوع الإيراني، وهو أمر لن يسهل على إسرائيل جر الولايات المتحدة لتحقيق أهدافها. على أن الخطوة الأكثر إثارة للقلق بحسب خبراء تتعلق بنظرة الإدارة الأمريكية الجديدة لحركة أنصار الله في اليمن، على نحو معاكس لقرار وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو الذي صنف الحركة أنها منظمة إرهابية. الظهيرة مستمرة من الميادين وفيها بعد الفاصل. بومبيو اشترى هدايا صنعت في الصين من أموال مكلفي الضرائب. من جاء
جديد أهلا بكم. بعد ساعات على اتصال مع نظيره الصيني شي جينغ بينغ، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أن الصين ستأكل غداءنا إذا لم تحسن الولايات المتحدة بنيتها التحتية والمجالات التنافسية مع الصين. إذا لم نتحرك فسوف يأكلون غداءنا. الصين هي المنافس الأكثر جدية لأمريكا، وعلى الولايات المتحدة أن تواصل لعبتها، وإلا فإن الصين ستأكل غداءنا. فهم يستثمرون الكثير من الأموال ويستثمرون مليارات الدولارات ويتعاملون مع مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بالنقل والبيئة ومجموعة كاملة من الأشياء الأخرى. يواجه وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو انتقادات حادة بعدما أهدى مدعويه إلى حفلات العشاء الخاصة التي كان يقيمها أقلام حبر دفع ثمنها من أموال مكلفي الضرائب، والأهم أنها من صنع الصين. بومبيو الذي كان يعد من أبرز صقور فريق ترامب المعادين لبكين، اتهمه معارضوه باستخدام الوسائل المتاحة في وزارته لمصلحة شبكة علاقاته الخاصة من أجل طموحاته السياسية للانتخابات الرئاسية للعام 2024. حذر المدعون الديمقراطيون من أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيكرر فعلته إذا لم يدنه مجلس الشيوخ، وذلك في ختام مرافعاتهم في محاكمة ترامب أمام المجلس. المدعون الديمقراطيون طالبوا بإدانة ترامب بتهمة تحريضه للاعتداء على الكابيتول، مؤكدين أنه كان يعلم جيدا ما يقوم به يوم اقتحام الكونغرس. هذا ويبدأ اليوم محامو ترامب مرافعاتهم للدفاع عن موكلهم. يجب منع دونالد ترامب من العودة إلى البيت الأبيض، هذا ما خلصت إليه مداخلات فريق الادعاء في اليوم الثالث من محاكمة الرئيس السابق. فريق الدفاع شرع بتقديم الإفادات أمام مجلس الشيوخ. محور مرافعاته يؤكد مأساة لا علاقة لدونالد ترامب بها، على أمل تبرئته بسرعة من تهمة التحريض على العصيان. واشنطن بوست قالت إن العار سيلحق بمجلس الشيوخ إذا فشل في تحميل ترامب مسؤولية هجوم الكونغرس، وأكدت أن أي متابع لجلسات مجلس الشيوخ لن يخطئ في التوصل إلى أن ترامب مذنب في قضية الهجوم على مبنى الكابيتول. في هذا الوقت البيت الأبيض صامت، دوائره كانت واضحة في التأكيد أن الرئيس جو بايدن يؤثر الانصراف إلى العمل وعدم التعليق على المسار القضائي. وفي السياق قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن بايدن ومساعديه يتجنبون عمدا الانخراط في النقاشات المتعلقة بمحاكمة عزل ترامب، وهذا ما جعل البيت الأبيض الجهة الوحيدة التي تتجاهل هذه القضية ولا تتطرق إليها علنا. وتنقل عن أحد مساعدي بايدن قوله إن البقاء بعيدا عن تلك المعركة يسمح له بالتركيز على القرارات الخاصة بحزمة الإغاثات المخصصة لكورونا وبالإبقاء على علاقة ودية مع الجمهوريين. البيت الأبيض صامت، وكذلك ترامب الذي ينقل عنه أحد محاميه بأنه متفائل جدا، ملمحا إلى تسارع وتيرة المحاكمة وإمكانية إصدار حكم مطلع الأسبوع المقبل. بدأت الاحتفالات برأس السنة القمرية في الصين أو ما يعرف بعيد الربيع وفقا للتقويم الصيني إلى جانب العديد من البلدان في آسيا، وهي احتفالات يعود عمرها إلى 4000 عام، ويختلف تاريخ السنة القمرية كل عام إذا ما قيس بالسنة الميلادية أو الهجرية، لأنه يبدأ مع ظهور القمر الثاني بعد الانقلاب الشتوي في النصف الشمالي للكرة الأرضية، وتتم تسمية كل عام على اسم واحد من 12 حيوانا مختلفا من هذه الأبراج الصينية. هذه السنة هي سنة الثور.
وفي غزة تبذل جهود متواصلة للحفاظ على البيئة عبر إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية التي ينتجها القطاع بكميات كبيرة. تقرير أحمد غانم معه التفاصيل. آلاف الأطنان من النفايات البلاستيكية تنتجها غزة سنويا بات التوجه نحو إعادة الاستفادة منها ليس خيارا اقتصاديا فحسب، بل هدفا للحفاظ على البيئة. فغزة المكتظة سكانيا تكاد شوارعها تغرق بالنفايات المختلفة، وأخطرها المخلفات البلاستيكية، خطر دفع كثيرين إلى التفكير في إنقاذ البيئة منها عبر إعادة تدويرها والاستفادة منها. رحلة تبدأ بالخطوة الأصعب، وهي جمع البلاستيك قبل أن يدخل عملية الفرز والتقطيع ثم الغسل، ليرحل لاحقا إلى المصانع المختلفة لبدء عملية إعادة الإنتاج. البلاستيك اللي بتم تجميعه 250 طن شهريا، لو احنا ما لمناش البلاستيك هذا وطحناه وعدنا تصنيعه في خلال سنة حيكون عندنا كل سنة 3000 طن. ال3000 طن هدول وين بدهم يروحوا؟ البلاستيك 500 سنة بقعد لما يتحلل، فحتصير عندنا كارثة بيئية يعني. فاحنا لهذه احنا بنساعد الناس، شغلنا هذا بيساعد البيئة وبيساعد الصحة. المرحلة الأخيرة في رحلة المخلفات البلاستيكية تنتهي هنا، حيث تعكف المصانع على إعادة تدويرها إلى سلع مختلفة يتم ترويجها في الأسواق المحلية بأسعار أقل من البضائع المستوردة وبجودة أفضل. خطوة مهمة تتعدى جدواها المنفعة الاقتصادية إلى المنفعة البيئية الأهم. احنا بنلم هذه المواد البلاستيك لحفاظا على البيئة، بنصنع منها مجاريد، علاقات، اكسسوارات فيزب، اكسسوارات سيارات، بشكل عام ادوات الكهرباء. منع الاحتلال ادخال المعدات والآلات الحديثة تسبب في عرقلة تطوير مصانع إعادة التدوير التي تضطر إلى العمل بطاقة إنتاجية صغيرة، طاقة تأمل مصانع غزة مضاعفتها بما يسهم في الحد من نسبة التلوث المرتفعة في القطاع. أحمد غانم، غزة، الميادين. الأخبار الاقتصادية في الظهيرة مع الزميلة أليسار كرم. مرحبا أليسار. مرحبا محمد. أهلا بك. شكرا لك. أهلا بكم. حذرت 4 وكالات تابعة للأمم المتحدة من معاناة نحو 1,300,000 طفل يمني دون 5 من العمر من سوء التغذية الحاد هذا العام. كما توقعت الوكالات الأممية إمكانية تعرض 400,000 طفل منهم للوفاة إذا لم يحصلوا على العلاج بصورة عاجلة. سوء التغذية يضر بنمو الطفل بدنيا وعقليا، ولا سيما من لا يتجاوز عمره 2. تتواصل التظاهرات في عدة مدن سودانية احتجاجا على فقدان الوقود والخبز وتضخم أسعار الأغذية بشكل كبير، بالتزامن مع إعلان 7 ولايات حالة طوارئ للسيطرة على التحركات المطلبية. والي كردوفان أعلن القبض على متهمين بافتعال التحركات، وقال إن سلطات الولاية ستكشف عن المحرضين على قطع الطرق، داعيا إلى عدم الزجر بالطلاب في أعمال الشغب والتخريب. تنفذ الهيئة القطاعية لنقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة التونسيين إضرابا عن العمل لـ3 أيام من 23 من الشهر الجاري إلى 25 منه. الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري قال إن الإضراب يأتي اعتراضا على المماطلة والتسويف، ولا سيما مطالب ذوي الكفاءات الطبية البالغ عددهم نحو 2,500 طبيب. إلى ذلك، منع الجيش التونسي أعضاء تنسيقية اعتصام الكامور ومجموعة من المحتجين من دخول محطة الضخ رقم 4 في منطقة الكامور النفطية وإغفالها. الناطق الرسمي باسم التنسيقية طارق الحداد عبر عن خيبة أمل الشباب والمتظاهرين من مماطلة الحكومة وبطئها في تنفيذ تعهداتها، مشيرا إلى أن الوعود الحكومية بحصول الشباب على فرص عمل وتنمية الاستثمارات كلها وعود فارغة على حد تعبيره.
انكمش اقتصاد بريطانيا بنسبة 9.9% العام الماضي في أكبر تراجع سنوي في الإنتاج منذ بدء تسجيل الإحصاءات بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، ويتجه الاقتصاد البريطاني للانكماش بقوة في أوائل العام الحالي بسبب معاودة الإغلاق للمرة الثالثة بالتزامن مع تأثير دخول بريكزيت حيز التنفيذ. أبدى الاتحاد الأوروبي ترحيبا بتحرك الحكومة الأمريكية الجديدة للامتناع عن فرض رسوم إضافية على سلع من التكتل في نزاع طال أمده بشأن رسوم على الطائرات. مكتب الممثل التجاري الأمريكي قال إنه يتطلع للعمل مع الأوروبيين لتسوية معركة مستمرة منذ 16 عاما بسبب الدعم المقدم إلى إيرباص الأوروبية ومنافستها الأمريكية بوينغ. ويبدي مسؤول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حرصهم على العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، لكن المحادثات مجمدة إلى حين مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على اختيار جو بايدن كاثرين تاي لمنصب كبيرة مفاوضي التجارة. بهذا نختم أخبار موجز الاقتصاد ونعود لمتابعة نشرة الأخبار معك محمد. شكرا جزيلا أليسار. يعد مهرجان فجر السينمائي من أهم المناسبات الثقافية والفنية في إيران. المهرجان اختتم أعماله في دورتها 39 بمشاركة 110 أفلام. مالك عبدة والتفاصيل. بين معاناة الحرب ولوعة الحب دارت أحداث فيلم يادو، عرض سينمائي لخص معاناة سكان مدينة أبدان إبان الحرب الإيرانية العراقية، فنجح في الفوز بجائزة العنقاء البلورية لهذه الدورة. أشكر سكان أبدان وخوزستان الذين يعيشون في أصعب الظروف، وأتمنى أن يساعد هذا الفيلم في تركيز الاهتمام على هذه المحافظة. نافست النساء الإيرانيات في المهرجان فكسبن جوائز مهمة في الإخراج والتمثيل والكتابة، كفاح تقول عنه المشاركات إنه حق يسعين إلى تكريسه أكثر في الجانب الثقافي في إيران. أتمنى أن يأتي يوم لا يبقى فيه صوت العدالة مخفيا ولا مكتوما، وأن نستطيع رفع صوتنا لقول الحقيقة. القناص فيلم وطني يروي قصة شهيد، يؤكد صانعه أن أفلام المقاومة ركن أساسي من مهرجان فجر لأنها تخرج من معاناة الشعوب. أتمنى على المسؤولين الاهتمام أكثر بسينما الدفاع المقدس وإبراز دور الشهداء الأبطال في إيران بشكل أوسع. 110 أفلام شاركت في المهرجان وهي أنتجت في زمن كورونا، إحصائية يؤكد أصحاب الفن أنها مؤشر على خصوبة إيران فنيا وسينمائيا. يدل هذا المهرجان على أن السينما الإيرانية تجري في دماء وعروق الإيرانيين وفنانيهم برغم تفشي وباء كورونا في البلاد. تطورت السينما الإيرانية خلال العقود الماضية فوصلت إلى العالمية، نجاح يقول أصحاب الفن إنه بسبب التركيز على المواضيع الإنسانية والاجتماعية، ولكن هذا النجاح سيتضاعف إن فتحت الأبواب لتعاون سينمائي مشترك مع دول أخرى. ملك عابدة، طهران، الميادين. في نهاية الظهيرة نذكر بأبرز ما جاء فيها. موسكو تعلن استعدادها لإنهاء العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ردا على التلويح الأخير بفرض عقوبات جديدة عليها. القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة تجسس مقاتلة في أجواء مأرب وتحقق إصابات دقيقة في قاعدة خميس مشيط السعودية. الحكيم يرفض عودة الإرهاب إلى العراق ويدعو الحكومة إلى طمأنة المواطنين باتخاذ إجراءات كافية وبجدولة انسحاب القوات الأمريكية. الحريري يعلن بعد لقائه عون تمسكه بحكومة من 18 وزيرا بلا ثلث معطل، ومكتب إعلام الرئاسة يقول إنه لم يأتي بأي جديد. بعد اتصاله بنظيره الصيني، الرئيس الأمريكي يحذر الصين ستأكل غداءنا إذا لم نحسن بنيتنا التحتية.
وتابعنا في الظهيرة الصين تحتفل برأس السنة القمرية الجديدة في تقليد يعود إلى 4000 سنة وتقيم مهرجانات ضخمة. دائما الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية للمزيد من الأخبار والتفاصيل. شكرا جزيلا للمتابعة وفي أمان الله.